منزلة سعدية بالكراش فلتتفضل مشكورة بالكاش. سعدية بالكراش فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. تنشكر جمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي على الدعوة. كنشكر الحضور الكريم. الأخت أم كلثوم كنبارك السي عبدوبي الغني عن التعريف. ذكريات جميلة مع القلم. غنقرا شي حاجة مادام الأمر فيها مودي خصنا من التقارب. حين يتفاءه الورد لليل يناغي شرود العذارى يواري الهموم يواسي الحيارى أشد الرحال اتجاه الجمال وأغدو خيالا يعم الكبار أحث الخطى بين ورد وشوك عتادي يراع ينز الشرارة أحيي بحب نزيف المداد إذا ما تجلى صفاء النضارى وأحن كأم رعوم إذا ما شكى الحرف تكا وجيعا ومارا سلوت النكاد فلا عاد كلا بسطت الحمى لست أبغي الشجارة فكل يمين مناه الترجي وكل شمال هواء هداه البوارى وكل الغنى دون نفس هباء إذا استعذبت العيوب الجهارة. جميل. شكرا جزيلا سيدتي. شكرا.